السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، مرحبا بكم في قناتكم المباركة. موضوعنا موضوع بإذن الله تبارك وتعالى لفتح العقد في الصدر والغدة والحنجرة والرقبة، كي تقوم بفتح هذه العقد، عقد السحر أو العين والحسد التي تكون في الصدر والغدة والحنجرة. ففي الصدر بعض الأحيان تكون عقد الكره والخوف والوسواس، لذلك أخي المبارك ولا تنسى كذلك القلب. فبعض الأحيان هناك من يسبب للشيطان عقد في القلب، تشعر بالخفقان في القلب وكأن هناك إبر وآلام وأوجاع في قلبها، فهذا من آلام الشياطين وعقدهم، والله المستعان، للتمريض، عقد المرض في القلب. لذلك أخي المبارك إذا أردت أن تفتح عقدا في الصدر وعقدا في القلب بإذن الله، والغدة والحنجرة والرقبة، فركز على هذه الخطوات بإذن الله تبارك وتعالى. فماذا ستفعل أخي المبارك؟ سوف تقرأ بإذن الله تبارك وتعالى آية الكرسي 10 دقائق، ثم تقرأ ألم نشرح سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك، تقرأ سورة الشرح كلها بإذن الله تبارك وتعالى 10 دقائق كذلك، كي تفتح العقد التي تضيق صدرك وتثقله، كذلك الغدة والحنجرة بإذن الله، كي يبقى صوتك منشرح بإذن الله تبارك وتعالى، وسهل في الكلام أو في تلاوة القرآن أو في التجويد، أو حتى تتكلم بسهولة ولا تأتيك التأتأة والأغلاط التي تكون في حروف الكلام، أو حتى بعض الأحيان في الرقية يكون الجن يلخبط عليك في صوتك، والله المستعان، وفي كلامك، كي لا تقرأ الآيات بصوت يعني جيد، أو حتى تخرج مخارج الحروف، والله المستعان. لذلك أخي المبارك أختي المباركة سوف تقول في الصدر والقلب حراس كثيرون وعقد، في الصدر والقلب حراس كثيرون وعقد، في الصدر والقلب حراس كثيرون وعقد، وتقول كذلك في الصدر والقلب حراس أقوياء أشداء والقوة لله جميعا، في الصدر حراس أقوياء أشداء والقوة لله جميعا، ولبس أن تقول اللهم احلل عقدا في الصدر والقلب ولو كانت بعدد النجوم والكواكب، ولبس أن تقول اللهم احلل عقدا كثيرة في الصدر والقلب ولو كانت بعدد النجوم والكواكب، ولبس أن تقول كذلك هذا الدعاء كله 20 دقيقة من الأول الأخير، فآخره لم ننتهي منه الآن، تقول كذلك الرقبة والغدة والحنجرة، لأن أغلب الشياطين التي تسكن في الصدر لها علاقة بالغدة والحنجرة والرقبة. ستقول في الصدر والغدة والحنجرة والرقبة حراس كثيرون وعقد كثيرة، في الرقبة والغدة والحنجرة حراس كثيرون وعقد كثيرة، في الرقبة والغدة والحنجرة حراس كثيرون وعقد كثيرة، ولبس أن تقول في الرقبة والصدر والغدة والحنجرة حراس أقوياء أشداء والقوة لله جميع، أو تقول في الرقبة والغدة والحنجرة حراس أقوياء أشداء والقوة لله جميع، وكذلك لبس أن تقول اللهم احلل عقدا كثيرة في الرقبة والغدة والحنجرة ولو كانت بعدد النجوم والكواكب، أو تقول اللهم احلل عقدا كثيرة في الرقبة والغدة والحجر ولو كانت بعدد النجوم والكواكب. فهكذا تقرأ الدعاء 20 مرة ونصف ساعة وتكرره بإذن الله في كل جلسة، سوف ترى تأثير للعقد في غدتك وحنجرتك وصدرك وقلبك بإذن الله الذي يقول شيكون فيكون. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.